ديما مغرب ومبغيك تعال وان شاء الله وديما كوكب الكاس ديالنا ان شاء الله ومغربيه. حنا مفتخرين بولادنا الاسود الله يحفظهم لنا استيقظوا بعد صعوبات عميق عميق محتاجين هذا الشيء والله الا محتاجينه. البرتغال كنا خايفين منها ولكن حمروا لنا الاسود وجينا. تحياتي الكبيره للاسود ديما اسود جمعية التفاح الفن والثقافة جمعية التفاح الفن والثقافة فقنا مع الفجر صلينا ورفدنا الدعاء 66 جمعية المجتمع المدني بالحوز رفضات الدعاء الله أكبر الله ينصر المنتخب المغربي الله الحمد لله الحمد لله اليوم من هنا لقدام بغينا نحاربوا المستعمره هي دازت دازت الحمد لله صبليون البرتغال جايه فرنسا ها هي جايه ان شاء الله وديما مغرب وديما كوكب مبروك اخويا مبروك سعيد وجد سعيد سعيد وجميع المغاربه سعداء بهذا التاهل التاريخي وبالنسبه لي بعدا حققنا واحد الانجاز اللي هو تاريخي كاول فريق افريقي منتخب افريقي كيوصل للنصف النهائي وسعيد جدا بالتمركز الدفاعي ديال المغرب حنا احسن دفاع في البطوله بهدف وماركيناه حنايا ماشي يعني ماشي هدف خارجي ولا شي حاجه وصراحه راه ما عمرنا تخيلنا نشوفوا هذا الشيء شي نهار يوقع وصراحه تصدمنا وراه ديما مغرب ديما مغرب اخويا راه شي حاجه هذا الشيء اللي كاين اخويا صراحه الله ما كناش تنتظروا تنقولوا يا ربع النهائي والعار ولكن من زنا راه صافي دابا راه شوفوا دابا الكاس بغينا كاع الكاس دابا الا كان ممكن وصراحه ما عرفت ما نقول ولكن ديما المغرب ديما المغرب اواو حنا اللي كاين حنايا فرحانين بزاف بزاف لحقاش المغاربه داروا مجهود ديالهم بزاف وديما منتخب مغربي وحنايا كنشجعوهم ان شاء الله غنديو كاس العالم عاش الملك وعاش المغرب مزيانين الله ينصرهم الله يعاونهم الله يرضي عليهم فرحونا وهزوا رايه المغرب هزوا لنا الرايه الفوق 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 الله يجعل المغاربه ديما يكونوا الفوق الفوق توين ان شاء الله نتو كاس العالم اسود الاطلس يواصلون زائرهم بمونديال قطر 2022 بعدما تأهلوا إلى المربع الذهبي ليكون بذلك المنتخب الوطني المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور لينتظر بذلك وليد الركراكي ولاعبيه المتأهل من مباراة فرنسا وإنجلترا لمواجهته نهاية الأسبوع الجاري.